That's it. Jamal's here. Okay, now find a place close to the house where I can take cover. You know what you have to do today? Find Jamal. إنها كانت على علاقة ممتازة مع الرئيس السابق، ولا يمكن أن تسمح لجمال أبداً أن يأخذ مكانه. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أتحكم في بلدي. That's Jamal. كيف لا يهمك أمريكا؟ I won't be able to get close enough. هي من أعظم You're gonna have to do it. في العالم. ثم لا تنسى يا جمال أن هناك انقسامات بين المنطقتين الشمالية والجنوبية في داخل بلادنا. كيف يمكن أن تتجاهل ذلك؟ فلهذا نعمل على توحيد البلاد ونطرح المتمردين ونعلو ثورة البلاد ثم نقوم باستعادة النظام. أنا أقترح أنه الجيش الموجود في الجبهة الشمالية أن ننقله إلى الجبهة الجنوبية. لا تسمع كلامه يا جمال، أرجوك لا تسمع كلامه. لا يمكن أن تنقل الجيش وتترك منطقة فارغة، المتمردون ينتظرون سوى ذلك. فلهذا يجب علينا أن نطاردهم أينما كانوا ونجعل توحيد البلاد. هل نسيتم أننا لا يوجد لنا أسلحة كفاية؟ نسيتم ذلك؟ لا ننسى، لا ننسى. لدينا أسلحة مختبئة في أماكن أخرى وستأتينا من دول أخرى غير أمريكا. كله يا جمال إذا أردت أن تقول. أنا لا يهمني رأيك. اهلا سمير، الى اين انت ذاهب؟ ماذا ثم نقوم باستعادة النظام. يبدو انك ليس بخير، يجب ان ترش وجهك بقليل من الماء. الجيش الموجود في الجبهة الشمالية ان ننقله الى الجبهة الجنوبية. لا تسمع كلامه يا جمال، ارجوك لا تسمع كلامه. لا يمكن ان تقوم. ايدن، يو نو وات تو دو. المتمردون لا ينتظرون سوى ذلك. فلهذا يجب علينا ان نطاردهم اينما كانوا ونجعل توحيد البلاد. هل نسيتم أننا لا يوجد لنا أسلحة كفاية؟ نسيتم ذلك؟ لا ننسى، لا ننسى. لدينا أسلحة مختبئة في أماكن أخرى وستأتينا من دول أخرى غير آمنة. قلوا يا جماعة. Good. Now find a weapon.
كفاية؟ نسيتم ذلك؟ لا ننسى، لا ننسى. لدينا أسلحة مختبئة في أماكن أخرى وستأتينا من دول أخرى غير أمريكا. قل له يا جمال إذا عرفت أن تخرج. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أخذهم في بلدي. كيف لا يهمك أمريكا؟ هي من أعظم الدول في العالم. ثم لا تنسى يا جمال أن هناك انقسامات بين المنطقتين الشمالية والجنوبية في داخل بلادنا. كيف يمكن أن تتجاهل ذلك؟ لهذا نعمل على توحيد البلاد ونطرد المتمردين ونعلو الثورة في البلاد ثم نقوم باستعادة النظام. أنا أقترح أنه الجيش الموجود في الجبهة الشمالية أن ننقله إلى الجبهة الجنوبية. لا تسمع كلامه يا جمال، أرجوك لا تسمع كلامه. لا يمكن أن تنقل الجيش وتترك منطقة أمريكا. ستأتينا من دول أخرى غير آمنة. قل له يا جمال. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أخذ. كيف لا يهمك أمريكا؟ هي من أعظم الدول في العالم. ثم لا تنسى يا جمال أن هناك انقسامات بين المنطقتين الشمالية والجنوبية في داخل بلادنا. كيف يمكن أن تتجاهل ذلك؟ لهذا نعمل على توحيد البلاد ونطرد المتمردين ونعلو الثورة في البلاد ثم نقوم باستعادة النظام. أنا أقترح أنه الجيش الموجود في الجبهة الشمالية أن ننقله إلى الجبهة الجنوبية. لا تسمع كلامه يا جمال، أرجوك لا تسمع كلامه. لا يمكن أن تنقل الجيش وتترك منطقة فارغة. المتمردون يتركون سوى ذلك. Orders are orders. لهذا يجب علي. Guy's got blood on his hands. He deserves to die. Come on. I can do this. I can kill him. I can kill him. لا يوجد لنا. Come and open the door for me. I need to confirm that Jamal is dead. Hurry. Hurry. سليم؟ أبي، أبي، لا، لا تموت يا أبي، أنا بحاجة إليك، لا تتركني، لا تتركني. He's your father. لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنا كساتيكتي. أنا أكرهك. اتركني، ابتعدي عني، ابتعدي.